يما لحقي بسم الله الرحمن الرحيم. ايش فيك؟ لحقي يما، مصيبه مصيبه. بتقولوا لها ولا انا اقول لها؟ انت قول. شغل الراديو قول. يما بروك مدخل كراتين وممنوعات للبيت. شلون شلون؟ كراتين ممنوعات ندخلهم بيتنا. صدمة صدمة. صبر صبر. شوفوا هذولا راح ابيعهم بالشاليهات، وهذولا عالدائر الخامس، والعنان ام الصينيه باثنين من هذا. حاضر. طيب يا حبيبي، بس خلي بالك عليهم وخلي بالك من البلديه والشرطه، احسن دول غاليين علي قوي. هتفتح مصر بسكوتك، ما تستخسرش فيها صوتك، هتكسب بكره بشروطك، دي بشره خير. ام ندى عشاكي في درب العوي؟ لا يما، اي درب عوي يبا؟ شنو يبا؟ دنابك وطيران تجاره جديده علامه يما. ايش فيك؟ فضحنا سيلفي بعد. حبيبي ما هو الاول. ايوه احس انه تغير بعد ما طول، وبعد ما كنت دنابك ولدك بروك يبيع دنابك؟ لا 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 لا، هذه سالفه مو معقوله. حسمع. لا روحي مسكي المايكروفون مال الاذاعه، فضحيني حشريني بين الناس. حسي يا الله على بليزك، ما استحين احنا قدرك. فضحتني انت، ليش فضحتني كذي؟ ها يعني انا ايش اسوي لكم؟ ما تقولوا لي ايش اسوي لكم؟ قولي تحكي كل اسبوع لكم سالفه، وكل يوم وترك لكم سالفه، يعني ما تقولي لي ايش اسوي؟ ايش اسوي؟ انا حرت معاكم حرت. انا لو لاقي احد اتكلم معاك من زمان طيرتك روضه ثانيه، لكن ماكو فايده، ما عندي احد. ابي تشوفين لي حل. دبريني على سالفه الدنابك والطيران، ما تقولين لي شو اسوي. انا اقول طقي فيهم. طق الله ان شاء الله عظامتك. قولي امين. حسبي الله على ابليسك يا امنو، فضحتيني. ابي اشوف لي حل، ابي اشوف لي حل. اي حل؟ شوفي حبيبتي، انا اشوف لك الحل. ما في الا حل واحد بس. شنو يا ام العريف؟ قولي. انا اقول لك فعليك، انا ام الافكار. انا اقول تشغليهم بفرقه يطقون بالعروس. ايش رايك؟ وبكذي ضمنت الشغل حقهم. ها ايش رايك بافكار اختك اللي افكارها ما في منها اصلا؟ اقول نعم. انت ما عندك مكان بجسمك يعورك؟ امبلا. وين؟ ريولي. يعلهم الكسر، يعلهم الكسر، يعلهم الكسر، يعلهم الكسر، يعلهم الكسر. حسبي الله على ابليسك. ام العريف انا اختك يا الرديه. ايه كوكي؟ ايه حبيبي؟ ايه؟ يا تشكر يا بعد راسي على راسك البط. يا يبا كم ابيع الدبك وكم ابيع الطار؟ ما ادري يا كوكي. يا حبيبي ما انا قلت لك تبيع الطار ب10 دينار والدنبق ب7. احفظ بقى اهمش، كل شويه تتصل تسالني انا عندي حصص ومشغوله. لما اجي البيت هشوفك. اي لاف يو. ماشي يلا يلا سلام دلوقتي بقى. سلام. حياكم حياكم، وترى الشين عندنا والزين حوالينا. حياكم يا جماعه الخير، حياكم من رواس السعاده. بتروح لك مشوار خليها يا رايق، او الا
قالت لي اوعى بتغار حواليها العشاء كتار. قلت لها بطلت يا يابا خليني في هلا هلا بالحبيب هلا حبيبي هلا بالطيب بارك. ما شكلك مستانس حبيبي شكلك حبيبي مطرب الله يحفظك شكلك راعي طرب يعني ها مو تشكو راعي طرب ولا غلجه شنو راعي غلجه يعني شنو غلجه ما ادري زي امر يا اخوي ايش تبي عيل اقول عطني بدينار بنك وبدينار نقل دينار اي يعني انت شايف بنك بالموضوع لا شايف نقل لا ترمس شنو ترمس اقول لك بنك ونقل تقول لي ترمس اوكي انت شنو شايف الحين طيران ودنابك وانت قلت تبي شنو شو اسمه ترمس لا انت عبيط عبيط وغبي بعد تستهبل منو يجي على الدوار يبيع طيران ودنابك ليش جاي انت ايش تبي تستهبل عبط راسك الحين بطال ايش تبي انشكو انشكو يلا يلا ناقصين احنا بعد خفه دم خلص ديلان وغلجه حكي ما تعرف تسولف لا نرفزني يعني نرفزني اسف اخوي اسف بس غلط اللي سواه وخليني في البيت يا يابا الله يا ربي مبارك اقول له يبين يروح شمال اقول له شمال يروح يمين جنني بس جوزي بحبه عامل ايه يلا دو ري مي لا غلط دو ري مي حياكم يا جماعه زين عندنا وشين حوالينا يا عم الحق يا باشا حياك يا باشا بقى تشكر يا ريس حبيبي قلبي بقى دلوقتي حياكم يا جماعه ترى السلام عليكم حياك يا اخو معاكم باحث طول عمرك منو معي باحث مباحث لا ما ابي الدنابل كل طول هذا حق منو ما ادري حق منو طول عمرك يعني مولك لا يبا مولي ولا اعرف من رعيتهم اقصد راعي لو سمحت تعال معي شنو لو سمحت تعال معي بك شنو ايش تبي مني ابيك ابي ايش تبي مني لو سمحت تفضل يا اخوي لا ما بروح ما بروح ما بروح تفضل يا اخوي تفضل تفضل لو سمحت انا طار يا اخوي يا الغالي سمحت الغالي يا ابو خالد انا ما طلب شيء ترى كلها اجازه يا فواز عسى الله يهديك ان شاء الله هذه عاشر اجازه تاخذها خلال الشهر شنو ما عندنا احد غيرك هني بالمركز ترى يا ابو خالد الربع موجودين وبعدين ما في ضغط على المنطقه والحرائج خفت الفتره هذه ما شاء الله خوش نظريه تبي تديره تولع وتشب عشان حضرتك تداوم عن اذنك اخذ راحتك الو هلا مبارك بالمخفر يا ايوه قاعد اقول لك المخفر مسكوني وانا قاعد امارس هوايتي قاعد امارس هوايتي يا اخوي الغنى الغنى وليس البيع ايش فيك انت ما حد يمارس هوايته يعني تكفى فواز تعال الحق على اخوك الصغير تكفى ناطرك انا يلا يلا الله ينبارك ما تينا من عندك كل المصايب المهم انت اي مخفر يلا يلا انا بستأذن ويلك الحين مع السلامه ها سمحت مصايب مصايب والعائله والبيت انا برقبتي يعني انا اللي ابتلشت فيهم اي مشكله انا اخوهم العود شو اسوي يا ابو خالد ما دام انت غدوتهم اكيد من مصايب المصايب راح اوقع لك استئذان ساعتين بس فاهم ساعتين طلع اخوك من المغفر وترجع هني ثاني مره فاهم فاهم لا حول ولا قوه سامع الجرس يلا مع ربعك يلا يلا على شغلك يلا على شغلك شنو هذا صار لنا اسبوعين ما في حريجه وقت توقيع الاستئذان شبت حريجه يلا فواز واجبك يلا واجبك حظك شر انا قالوا جميع الواجب والله شيء ضحك دنابك من تاجر بزنس ليه دنابك اي والله يبا عائلة تفشل الحمد لله اني ما اخذت بنتهم طب ما انت حاصل لك عاد ويا راسك قاعد جدر اسكت زين اي حاصل لي بس الحمد لله اني تراجعت على اخر لحظه بس عاد سكر حلجك انت سكر حلجك ما مكان هذيل عيال خالتك ويكفي خالتك الحين متحمله المسؤوليه كلها وي خالتش بتشيل ايش بتخلي اي أيوة والله ايش تبي تسوي مو هذا انا قاعد اقول لكم البيت بدون ريال ما يسوى ولا فلس ولا يبا ردينا على طير يلي يبا
لكن قاعد تفكر بالموضوع القديم، شيل هالسوالف في مخك، ترى الوضع ما يتحمل يا يبا. لا لا بالعكس، الوضع الحين يتحمل ونص. ليومتى ليومتى خالتك وهي قاعدة تشيل المسؤولية على راسها، تبي ريال يشيل وياها الحمل. يبا ليش هي اشتكت لك؟ قالت لك في شيء؟ وبعدين ريلي فواز واخوه وين راحوا؟ هالدثوين هذي خلي يشيلون عمرهم. اي والله يبا، وهذا الطنبحلة تفضلي فهدان، هم مو كفو معاه ماذا؟ تفضلي تفضلي، رد على ري اللولوة. ايش دراني الطنبحلة؟ اسكت انت، معك شغل فيهم، يلا عاد. وكلهم مصلحة شين يبا. اسمعيني، ايه؟ مالك شغل في هذا. ايه ابيك تكلمين ريلك. ايه قولي له خلي يكلم امه. ايه بتزوجها خلاص، مليت. تفضل معي على الضابط. يا اخوي يبا انا مالي شغل، يبا انا قاعد امارس هوايتي بشارع، انت اللي جايبني هني. يبا ما تبوني طلعوني برا؟ يا ما يصير كذي. ها بروك، السلام عليكم. عليكم السلام اخوي. هذا ترى بعدين هذا ترى فاصل، واسفين ازعجكم، بس ما ادري ايش اللي مطلوب منه ومني الحين. انت اخوه؟ اي اخوه. تفضل على الضابط وان شاء الله بتعرف. خلاص الله يخليك، بارك سير عاجل زين شوي وراجع لك. يا اخوي لا تحاتي، بقول حق الضابط ان انا قاعد امارس هوايتي وطاطا 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 وعادي. قايل لك فاصل، وين الضابط؟ تفضل. ايه هذه آخرة اللي بيعون دنابك وطيران بالشوارع، حط عينها بالصحن كنا الحكي مو عليهم. يلا كفله ويبه. ايه منو عيل بيكفله؟ زين زين يلا مع السلامة. هاي الكوسكول ملون، ارتحتي؟ انا مالي قبل النظرة. لا تقولي ناظرة، قولي خالتي. طب انا مالي خالتي، هو اللي راح يبيع دمبك مش انا. يمه 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 يمه، انا مالي خالتي يا امي اليار؟ ليش هو مدرس الموسيقى ولا انت يا ام الطبول والدنابك؟ نعم. انت هو شورت منو راح؟ واحد خبل دثوي غبي اثول ما يدري وين اللي قاطه نفس مروك، بروح يقعد على الدوان يبيع هالدنابك والطيران، مش عرفه. طيب ترى شخالتي الولد شخال عيب، بس عاد لا احترميني خالتي. انا قصدي اشرح لها حالة مبارك، يعني انه هو ما يفهم وين اقول. بس عاد ما نبي شرحك. طب هم فين دلوقتي؟ وين بعد؟ يا بالمخفر يا بالطب النفسي، وين؟ وبعدين وياك شفيك يا حبيبي يا كوكي، يا ريلي يا بالي يا كوكي. كوكي يا كوك الحين صار كوكي حبيبك. اشوف يوم قاعد يبيع في الدوار الدنبك وطيران ما كان حبيبك. ايه حبيب بزنس. يما مبارك ليش بالمخفر؟ ايه ما انت بعدك صغير على السوالف، مالك شغل. يما ليش دمك فيها صغير وكبير؟ لا يما ما فيها، وانت صار تشوف خل علمك. يا يما هالطيران والدنابك بيعهم لها اصول، يعني نفس تروح محل موسيقى تشتري منهم، بس واحد خبل مثل مبارك يروح يقعد على الدوار ويحرج عليهم دنابك طيران دنابك، هذا ما يسويها الا الخبل. ايش قاعده تدرسي راس اليوهل؟ ها ما تقولين لي ولا شيء؟ قاعده يما ها خالتي هي قاعد تقول لي ان مبارك إيه؟ ليش جاي يبيع دنابك الطيران؟ انت طلعت ضدي الفيني كذي؟ لا كذي؟ هذه التربية؟ علي الطلاق من ابنك. طيبة دي بتقول كلام زي الفل، انت كلامك صح، انا قلت كده لقيتها ها علامة هذه جنت نفس ريلها. ها؟ تحاتي ريلها، تحاتي ريلها. ايه ما تنام، بس هي اللي مودرتها حسبي الله على ابليسه. شفيك شفيك حبيبتي، انت عارفه تقعدين الله يهداك من الاكل، اكل المطاعم. لا لا سعد حبيبتي ترى ما يصير كذي، هذه مو حاله، غدانا برا، عشانا برا، ريوقنا برا، كل شيء شغلنا برا، بخسر كل فلوسنا الله يهداك. حبيبي فهد ايش تبيني اسوي؟ يعني لا شهاده لا وظيفه لا عمات عين، شلون تبين نوايه امي ونقعد وياها على صفره واحده وانت ما تملك كل هالاشياء؟ وبعدين اسمعني انا ما راح ارضى ان احد يعاير قدامي وانا اسكت، ما راح ارضى اشوف نظرات لمعاير قدامي. بس 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 كافي بس كافي، بس جديد بنخسر كل فلوسنا يا حبيبتي، يعني مو كافي اللي خذاهم بروك؟ يا
بعد انت بتكملين على الباج بس كفاية. مخي وقف، ما احس اني انا اقدر افكر نفس الناس. سمعي يا لولوه، شيك احنا لازم نوايه امك. شلون دوايه امي يا ابو موايه وشهادتك؟ يبا خلاص انا باخذ دورات الله يهداك فيك، وبعدين خلاص لازم نحط النقط على الحروف وننزل اول السطر. خلاص امك هذه لازم ما تتدخل بحياتنا، واحنا نعيش حياه جديده، نعيش حياه رومانسيه، حياه كلها سعاده، ونعيش بحب وامل وسلام. سارة انت اكيد انيتي. يبا امي مو فاضي حق السوالف. امي شنو ما عندها اصلا وقت فاضي؟ وين دوامها، بيتها، عيالها، مشاكلها، مو فاضي لا حق ابوك ولا حق غيره. واي انت شفيك صار كأنك كلش منحاز حق امك وما تبي احد يقرب صوب امك. يبا ابوي يبيها شاريها وشاري رضاها، شو اسوي انني كل قلبي كنا ماكو بهالديره الا امك. يبا مع احترامي لك ولابوك، ابوك ما يستحي. إيه ما يستحي. لا تقول عن أبوي كذي. رجاءً يا سارة سكر هالموضوع مرة واحدة. أقول لك شيء عاد، احمد ربك إن أبوي بياخذ أمك. صدق مرة كبيرة وما عندها أحد، زين أبوي بيها. وبعدين على فكرة ترى أبوي بيريحك وبيفكك من مشاكل البيت. البيت محتاج ريال كبير نستشيره ناخذ برايه، وتصير المشاكل عند أبوي وهو يحلها. إيه نعم يحلها وانت ترتاح. ومنها بعد جاب المبارك. وين راح مبارك؟ وين يا مبارك؟ مو أحسن لك؟ لا يبا مو أحسن. بعدين أبوك شكو من اشتكاله، رجان خليه يبعد. يوبا ما حد اشتكاله، بس أنا قاعدة أشوف بعيني حدك تعبان، حدك وصلت حدك من مرتك النسرة، قصدي من مرتك الطيبة زينة الحبيبة. منك رجعتي بعد على طيبة؟ ما رجعت، بس يعني كان قاعدة مدحة بعد. اشتبي يعني اشتبيني أقولك عمتي طيبة؟ احمد ربك قاعدة أقول عنها كذي قدامك. المهم ما علينا، هاش قلت؟ والله ما أدري، أنا في شيء واحد محيرني. ليش أبوك مصر يتزوج أمي؟ ليش؟ وهذا اللي محيرني أنا بعد. شنو بين هالاثنين؟ ليش أبوي مصر عليها وهي ترفض؟ في إنه صدقيني تشكر، توني احس ان افكارك تناسب افكاري. يا حبيبي امالي مش يقعدوا يقولوا مراته سايباه يبيع في الميادين يا اخويا. لا ده انا قاعده بخطط لك وتكتك لك. اي والله نفس اخوي فوز وكله سايبني بالميادين وبالدواوير، قاعد انا وكله مجعمني ومضطهدني ومعطيني وي. معلش يا حبيبي معلش. المهم دلوقتي احنا عايزين نشوف محل نبيع فيه الحاجات بتاعتنا دي، الدنابك والطيران. يا لهوي على المكسب. يلا ذهب ذهب، نبيع في الصيف وفي الشتاء. اي بالصيف نبيع حق الشباب وسمرات وقاني وطقدن طقدن وناسه، وبالشتاء حق المخيمات. ايوه ايوه. المهم دلوقتي يا حبيبي عايزين نشوف المحل اللي ينفع نبيع فيه الحاجات دي، بدل ما تقعد انت على رايك في الدواوير والشوارع. في الشوارع نشوف لنا محل، بس المحل لو يا يبا رخصة مطافي وأجار وأذية. أمال هنعمل إيه يعني؟ أنا أقول لك هني بالبيت، هني بالبيت بمان وكل شيء يمنا، وفتكنا من الأجار والرخصة وطق دي 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 طق الدين. يا حبيبي ما ينفعش، لازم لازم يكون محل، ويكون كمان في مكان كشخة إذا بين تبقى كشخة. كشخة كشخة. خلصت دراستك؟ إيه يما خلصت. زين يما إحنا ليش ما قمنا نزور يدي وايد؟ إيه والله يا يما ولد صاج، فشلك اليوم والثاني طاب علينا هني في البيت، إحنا نزوره وايد أحسن. إيش دعوة يا علشان؟ يا حق خالتي موزة. يلا عاد كم مرة أقول لك هذه سوالف كبار، عيب تتكلم فيها. سوالف كبار؟ لا شوف أنا بالبيت عارف كل أسرار، حتى وأنا توني مار يعني مو قصدي أتسمى، بس سمعت يا خالتي سارة قاعد تتكلم عمي فواز عشان يخطبون حق خالتي موزة. ايوه حق عمي ابو سارة. شوف هالاخت اليوم رايحه بيت ابوها. زين انت بعد ليش ما تكلمين يدي بعد خطب له؟ يلا عاد قلت لك هذه سوالف كبار عيب. اي سوالف بعد نسمع شيء ما راح اقوله بعد. لا 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 ما انا مهمتك تغبي علي، ما يصير حبيبي ثاني مره شيء. اذا سمعت اي شيء تعال قول لي على طول. خلاص
خسرت. أنا كم المرة قايلت لكم ما أبي أسمع هالسوالف عندي هني بالبيت؟ وبوش إيش فيها سارة؟ ما يفهم. قايلت له ما أبي أتزوج، ولو يتم هو آخر ريال بالديرة ما خذيته. يما ترى عمي أبو عادل قصده يعني قصده واضح ونيته صافية ووده يشاركك ويشيل عنك حمل البيت والعائلة. ها من اشتكاله ما تقولون لي لزقه؟ أنا بعرف إيش فيك على أبوي. يعني شنو مسوي أبوي عشان تشي قاعد تعاملينه وتداحرينه وما تبينه؟ شنو فيه؟ تبين تعرفين شنو فيه؟ إي بعرف. في سر. شنو السر؟ ما أقول لك السر اللي قدام أبوك. يلا روحي غيري هدومك وأنا بغير هدومي وخلينا نروح البيت وبقول لك السر قدامه. شنو يما؟ أي معاكم؟ راح زين. يلا. حياكم حياكم، توما نور البيت. هلا 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 هلا. تفضلي خالتي تفضلي تفضلي. اوه واي. وبعدين يا ابو عادل ايش فيك؟ ها؟ لما تكذي حالك بالتمراي من مكان لمكان لزقت عن زروته انت؟ لا 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 اقول مبروك يعني ايش فيك انت عسى ما شر؟ ايش على مبروك؟ مبروك ظل بعينك. لا يعني شافت وقام يتلخبط يبا ايش فيك؟ يبا ما صدقك انت تبي تناسب اللي يبيعون دنابك؟ ها؟ انت بعد؟ شلون؟ اشوف الاخبار قامت تنتقل بيت ابوك. الله يرحم اختي اللي ماتت، والله كان كل يوم تعطينها تغرير عنه. لا يا خالتي يمكن بالانستغرام شافوكم مو عدل، وبعدين هذا يقطع كلام ما يثمنه مخرف ما عليك منك. مخرف انا مخرف ما ادري. إيه. انت ليش تعندين؟ ليش تعندين على زواجنا؟ يا ربي ليش؟ يا ربي ليش؟ واي اذبح روحي اذبح روحي. سمعي عاد هذا موضوع ان انت علمتي اخوك ان احنا عندنا دنابك مر شنو اللي تقولين عنه هذا حسابه بعدين. ما قلت له. ايه انا يا يهني سلمك الله ابي اقول حق بنتك سبب رفضي في الزواج منك. ايه لا بعلم. لا تأشر لي. ايه تبين تعرفين ليش؟ ايه احنا قلنا نتواجه هذا ابوي الله وقولي جدا ما وانا قاعده ما فيها شيء. ليه متى مغبين السر؟ بيموت بيوقف قلبه اذا ما تزوجك. ابو سلم ان شاء الله كانت تربطني فيه علاقه حب. حسدك صاروخ. ها ايش فيك؟ حب قبل. ايه وكان ياه يتقدم لي وتزوجني بس للاسف شاف اختي وخطبها وتركني انا كسر فيني طيح حظي. بس انت عبالك انا بيرت. لا تزوجت خذيت ابو فواز الغالي. حدك نار يبا حرام عليك. ليش كذي تسوي بخالتي؟ انا ما هقيتك كذي. ما هقيتك اناني. تكسر قلوب العذاره. ابوك جميله الراقيه الطيبه تسوي فيها كذي وتاخذ مي. ليش يا يبا سويت فيها كذي؟ ليش يبا؟ انا قبل مشيت بالشارع الفريج البنات بس يطلعون الصبح بس يشوفوني وانا مار بس شعر لهني لهني طويل اشقر. امبي لا خالتي حدك قمت تقطين على صواريخ وايد. انا شايفه صور ابوي وهو بشبابه استكوزه تمشي استكوزه بس عندها شعر وي. ايش فيه؟ ما ادري يا اختي يا خالتي ما ايش فيه من حبك؟ اي حب؟ ما تقولين لي اي حب؟ شو اسوي يا خالتي؟ انا شريت الموز اللي بالديره كله ماكو فايده الا يا هالموزه ولا ما ابي؟ عن الغلط. بعد شو اسوي يا خالتي؟ مو كل موز موز يا حبيبتي. بعد شو اسوي يا خالتي؟ ابي انساك ابي انساك ماكو فايده. وبعدين معاك؟ ما اقدر. ها؟ والله ما اقدر. ايش فيه بوك مراهق؟ يحبك. بتجننوني انت بتجننوني؟ لا بتجننوني ناويين تجننوني. وبعدين معاك ابو عادل؟ ها لا تزيد وتعيد في هالموضوع مره ثانيه لو سمحت. انا بحبك. يا يبا ايش فيك؟ هم احنا حطينا مقام حطينا شيء هم احنا امي اللي يعني امي ايش فيك؟ امك يعني شنو امك؟ يعني انا كل الحريم الدنيا ما ينسوني حب امك. ايه؟ انا احب امك. علي شلونك فيني؟
سحب موز اكثر من امك. بوضح روحي. لا لا خالتي تكفون سلمك وراك عيال ايتام. تكلمون انت او؟ لا يب انا اصير مجنون قبلك ولا تجيني انت. شوفكم حال. شوفي لك حل مع ابوك. ذبحتوني ترى ذبحتوني. ما ابيك ما ابيك. انا ابيك بس ابيك. ما ابيك. لا تروحين عني لا تروحين عني لا تروحين عني خالتي بنات لا تروحين عني لا تروحين عني.